هلالك وسط السماء يزينها بالهدى والسنا. فمرحا بك اليوم من زائر أتانا، فطوبى لنا باللقاء أتانا، فطوبى لنا باللقاء. سبحانك يا بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المدينة الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. وحلقتنا لهذا اليوم هي بمناسبة شهر رمضان المبارك. بهذه المناسبة تتقدم أسرة قناة المهدي الفضائية بأزكى التهني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. كذلك تتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى مراجعنا العظام ولا سيما المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي دام ظله الوارث، وإلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة. أعزائي المشاهدين، برنامج القلوب الرحيمة أعد لهذا الشهر الفضيل، شهر الخير، شهر البركة، شهر الطاعة، برنامج سلة رمضان المبارك. وتحتوي هذه السلة على مواد غذائية وبيض المائدة واللحوم بكافة اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. أعزائي المشاهدين، لما يحتاجه عوائل الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، فإن الأيادي الكريمة، الأيادي المعطاة دائما تسعى أن تقدم عمل الخير إلى العوائل الفقيرة والمحتاجة في هذا الشهر الفضيل، حيث أن هذا الشهر هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. اليوم حلقتنا راح طبعا تتضمن سلة رمضان المباركة، سلة غذائية تحتوي على 12 أو 13 مادة غذائية أساسية يحتاجها الإنسان الصائم وخاصة العوائل الفقيرة. طبعا كلها مواد ممتازة ومواد إن شاء الله تلبي طموح العائلة العراقية في هذا الشهر الفضيل. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي راح تكون برعاية الحاج الطيب الحاج أبو ميثم من دولة الكويت، الله يحفظه إن شاء الله، والله يخليه ذخر إن شاء الله للناس المحتاجة والناس في شهر رمضان أو غير شهر رمضان. طبعا الحجي أبو ميثم من دائما المساهمين في برنامج القلوب الرحيمة، يدعم هذا البرنامج من سنوات طويلة. مع الحاجة أبو ميثم أيضا تحياتنا لها بهذا الشهر الفضيل، وإلى عائلته الكريمة وأخونا منصور، فإن شاء الله نتمنى لهم الخير وشهر خير وبركة إن شاء الله عليهم وعلى عوالهم. فاليوم اللحوم هي مقدمة عجل كبير من الحاج أبو ميثم مع مواد غذائية، وكذلك بيض المائدة مقدم من الحجية الطيبة أم هشام من مدينة الحسين مدينة كربلاء المقدسة. فإن شاء الله اليوم هي أولى حلقات افطار صائم لبرنامج القلوب الرحيمة، كونوا معنا. وهذه المشاهد من افطار صائم. فادت يوم الجزاء برنامج القلوب الرحيمة الذي يأتيكم من على شاشة قناة المهدي الفضائية يبارك للمسلمين عامة ولشعبنا العراقي العزيز حلول شهر رمضان المبارك. داعينه جل في علاه يتقبل صيامكم وقيامكم وخالص أعمالكم الإيمانية، ويتواصل معكم على سفرة رمضان في تقديم كل ما يجود به المحسنون من خيرات الباري سبحانه لإفطار الصائمين وإغاثة المحتاجين. كادر برنامج القلوب الرحيمة يتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل الخيرين والمحسنين الذين ساهموا بشكل فعال في إعداد وتهيئة السلة الرمضانية، والتي نبتغي جميعا من هذه الأعمال الإنسانية مرضاة الله سبحانه وكسب الأجر والثواب ومساعدة الفقراء والأيتام والمتعففين وإسعادهم وزرع الابتسامة على وجوههم. فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هباء. رمضان مبارك وصيام مقبول. هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان، هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان.
يا نور الهدى يا ضي الدروب، شهر المكرمات منير القلوب، راجيا لذاتي كي تمحى الذنوب، إليك إلهي طالب الغفران. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. عم الأكوان، هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. وضياؤك عم الأكوان، هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. وضياؤك عم الأكوان، هلا هلالك نورك بان وضياؤك عم الأكوان. في رحاب الله أتلب الآيات دعاء رجاء صوما وصلاة، والنفس إليك تهفو للزكاة، فأنت الطريق لبر الأمان. رمضان رمضان. أعزائي المشاهدين، رجعنا بعد هذا الفاصل وتشاهدون هذه المشاهد. طبعا اليوم حلقتنا هي في مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. مثل ما تشاهدون طبعا نحن اليوم أيضا محتفلين بقدوم شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل، شهر الخير، شهر البركة، شهر الطاعة، اللي استقبل العوائل الكريمة من عوائل الأيتام والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل. فإن شاء الله راح نوزع سلة رمضان المبارك على العوائل المحتاجة، واليوم اللي أيضا هم ضيوف في هذا المضيف، مضيف الإمام المهدي إن شاء الله. فكونوا معنا وبرنامج قلوب الرحيمة مشروع افطار صح. يا رمضان رمضان، يا رمضان رمضان، يا رمضان رمضان، يا رمضان. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة
تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. يا نور الهدى يا ضي الدروب، شهر المكرمات منير القلوب، راجيا لذاتي كي تمحى الذنوب. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام 2 شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أتلب الآيات دعاء رجاء صوما وصلاة، والنفس إليك تهفو للزكاة فأنت الطريق. وقال الإمام الصادق عليه السلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى: علي ثوابك ولا أرض لك بدون الجنة. وقال الإمام الحسين عليه السلام: اعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم فتتحول إلى غيركم. ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. رمضان رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المواد الغذائية واللحوم وبيض المائدة على العوائل اللي متواجدة معنا، والكل إن شاء الله يديها مرفوعة للحاج أبو ميثم، الله يحفظه والله ينطيه الصحة والعافية. هذا الرجل الطيب اللي دائما يسعى ويقدم ماله في سبيل المحتاجين، وخاصة هذا الشهر الفضيل، شهر الخير، شهر البركة، شهر الطاعة. فتعرفون أعزائي المشاهدين الأسعار الآن، الأسعار مرتفعة، اللحوم، الدجاج، البيض، يعني كل ما تصير مناسبة في محرم، مناسبة الأعياد، الكل تصعد الأسعار. ما أعرف ليش يعني السوق يصعد، اللحوم أصبحت غالية، بيض المائدة غالي، الرز والمواد الغذائية غالية. ليش يعني الفقير وين يروح؟ منو إليه؟ من يدافع عنه؟ من ينطيه؟ فراح ناخذ بعض الآراء. السلام عليكم حجي. جميل المحيه، جميل المحيه، شهر كريم ان شاء الله عليك وعلى امه محمد ان شاء الله، وعلى كل علمائنا وشيوخنا وناسنا ان شاء الله، وعلى امه محمد. هذا الشهر الفضيل. كم واحد بالبيت صايم؟ 7 نفرات حجية. خلال هاي 7 نفرات يعني شو شاهدين السوق؟ يعني انت الحين تسوقين بالسوق؟ والله المسواك هسه كلش، السوق كلش ارتفع، يعني اللحم غالي ب 16,000 الكيلو، الدجاجه صارت ب 12,000 هسه، يعني اكو ناس تشتري واكو ناس ما تشتري ما تاكل. العوائل الفقيره منو الها؟ الها الله والناس هاي المتبرعه، والحمد لله والشكر لله. يعني ليش ما تصير الدوله يعني تنزل اسعار، تنزل سعر مدعوم، صح لو ما صح؟ فلازم الدوله ترعى السوق، تشاهد السوق، يعني تخلي رقابة على السوق بهذا الشهر. يعني مثلا هسه واحد اللي عايشين على الرعاية الاجتماعية 100,000 يطونه، مو صحيح؟ 100,000 شو يشتري بهم؟ دجاجة ويقعد يعني شو؟ ما عندهم إمكانية حتى، يعني هي لو الناس قاعد تساعد ناس ما عندهم إمكانية. عوائل أيتام كل شو ما عندهم؟ اكو عوائل أيتام واكو عوائل فقرة، يعني كلش محتاز الناس، يعني فالسوق كلش صعد، صار باحتكار هسه العالم صار. شوفين هذا يعني إذا واحد يفتكر بهذا الشهر الفضيل، طبعا هذا الشهر هو شهر مقدس، أولا نزل به القرآن، 2 بليلة القدر، يعني شوفين ايش قد عظيمة هاي. الناس تترجى هذا الشهر، يحسبون يوم يوم حتى يجي شهر رمضان المبارك، مو؟ الناس تتفرغ للعبادة، تتفرغ اللي عنده صدقة يدفعها، مو صح؟ زين احنا تاجرنا ليش يتحضر لهذا الشهر بغير شكل؟ بعد احنا هذا الشعب مو هيك صار، حكومتنا مو خوش حكومة احنا.
والله حكومتنا مو خوش حكومة، لأن ما جاي توفر هاي العوائل الفقرة وما جاي توفر لهاي الناس. نتمنى يا حجية طبعاً بدائية التجار هذا ما نتمنى للشهر فضيل إن شاء الله، والله موجود إن شاء الله، ودائماً اللي يسوي بهذا الشهر اللي يسوي بالمناسبات الدينية، هسه مثلاً محرم وصير الناس تجي إلى كربلاء ضيوف أبو الفندق يصعد من 10,000 دينار إلى 100,000، وهذا الشيء مو صحيح. إحنا صارت ويانا سيارات باصات جبناها مناسبة مضيف الإمام المهدي أجرتها 100,000، أخذوا إلا 200، يقول بكيفي زين هذا ذا بكيفه ها وين يروح عند الله بعد هو بعد كل من يحاسب نفسه. احنا ان شاء الله نهنئ الشعب العراقي ونهنئ الامه الاسلاميه بهذا الشهر الفضيل ان شاء الله، ونشكر جهودك ونشكر جهود الكل من متبرع لهاي دعواتكم اليوم لابو ميثم الرجال الطيب ابو ميثم هو الحجي ابو ميثم، ادعوا لهم بالخير والصحه والتوفيق ان شاء الله، الله يوفقهم ويجعلهم ميزان حسناتهم الكل، ما ننسى البيضات من ام هشام ان شاء الله الحجيه الطيبه من كربلاء، الله جزاهم الله الف الجزاء. سبحانك يا الله. شو تقولين بهذا الشهر الفضيل، شهر الخير، شهر البركة؟ والله هذا شهر الخير وشهر الطاعة ولا ما شاء الله. نريد الله إن شاء الله يسترنا ويسوي هاي الأسعار مال السوق شوية كلش غالية يعني، وإحنا مكاني مثل ما يقول الفقير إلى الله يعني ما نقدر نشتري. يعني شو تقولين للرجال اليوم الطيب أبو ميثم من دولة الكويت اللي بعث هاي السلة الغذائية؟ إن شاء الله يطول عمره ويحفظه وإن شاء الله يبارك فينا أخي، هذا شهر الطاعة. الله يبارك فيك. طول عمره إن شاء الله. حجي أم هشام من كربلاء بيض المائدة عليها إن شاء الله. إن شاء الله يسعدها وإن شاء الله طول عمره. طبعا الحجية أكبر سن موجودة ويانا الحجية طيبة، رمضان كريم عليك الحجية. عليكم عليكم. شو تقولين بهذا الشهر الفضيل؟ إن شاء الله كل الخير والعافية. حجية الرجال أبو ميثم دائما يسعى يقدم عمل خير، يساعد المحتاج، يساعد المريض. شو تقولين لي بهذا الشهر؟ أدينا بالعافية والخير. الله يبارك فيك. طول عمرك إن شاء الله. حجي شلوني رمضان كريم عليك؟ اشوفك تعبانه. والله تعبانه والله سوي فوق تشوف. الحجي انتم كم واحد بالبيت؟ احنا ثلاث. ايش قد صار للرجال من توفى الحجي؟ سبع سنوات. شلون ظروفك الان عايشه؟ الحمد لله بالشكر على الناس الطيبه يعني. العماله عندي ولد بالعماله. هذول العماله شغلتهم بسيطه يعني يوم يعمل يوم ما يعمل مو صحيح؟ شو تقولي لي اللي يعمل عمل خير بهذا الشهر؟ والعافية والستر إن شاء الله يحفظكم ويستركم. اليوم أريد دعوات أبو ميثم الحجي أم هشام. أعزائي المشاهدين حلقتنا أوشكت على الانتهاء لهذا اليوم من مشروع إفطار صائم، واللي قدم إلى حوالي 100 عائلة متواجدة معنا في هذا المضيف صرح من أصرح المضايف العامرة لمضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرنا وتقديرنا للحاج أبو ميثم من دولة الكويت اللي اليوم قدمنا سلة غذائية متكاملة لشهر رمضان المبارك، مواد غذائية مع لحوم مقدمة من الحاج أبو ميثم وبيض المائدة من الحجية الطيبة أم هشام من دولة الكويت. شكرنا وتقديرنا إلى كل من سعى وساهم في مشروع إفطار صائم، وهذه هي الحلقة الأولى لمشروع إفطار صائم، وإن شاء الله مستمرين طيلة هذا الشهر بتقديم السلات الغذائية واللحوم وبيض المائدة للعوائل المحتاجة والتي تعيش تحت خط الفقر. الحقيقة طبعا برنامج القلوب الرحيمة يتلقى اتصالات عديدة من أجل إبداء العون والمساعدة إلى هذه العوائل بتقديم سلة رمضان المبارك، لكن إحنا نطمح نقدم الأكثر والأكثر، ويأتي هذا كله بجهود الناس الطيبة اللي دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. اليوم الناس اللي معاي كلهم إن شاء الله رافعين أديهم إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن على هذا البلد بالخير والأمان، وأن يهدي التجار ومحتكري المواد. الله إن شاء الله يكون يخلي بيهم ذرة من نقول صحوة الضمير، حتى يعني الأسعار يعني لا يرفعوا هذه الأسعار ولا يحتكروا في هذا الشهر، فهي طبعا جرم بحق الإنسان الفقير
وجرم بحق الإنسان اللي ما عنده، يعني يرفع كيلو اللحم من 10,000 إلى 16,000 دينار، أو سعر الدجاجة الواحدة توصل إلى 11 أو 10,000 دينار، هذا الشيء مرفوض بهذا الشهر. فدعواتكم ارفعوا ايديكم اللي فوق، الله إن شاء الله ينطي الخير والبركة لكل من يساعد لفقير ويقف مع فقير ويصدق على فقير، والله ينتقم على كل فاسد ومفسد، وإلى كل محتكر اللي ينتظر بهذا الشهر أن يسيء للفقير. يعني الفقير اللي ما عنده يشتهي له لحمة، يشتهي له تشريب، يشتهي له ما أعرف إيش، وما يقدر يشتريه، وأنت ليش تحتكر؟ فتساهم وسعد هذا الفقير. شكرنا وتقديرنا إلى كل من ساهم معنا طيلة هذه الفترة في برامج القلوب الرحيم. أعزائي المشاهدين، الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة فقط مخصصة للمساهمات والتبرعات إلى برنامج القلوب الرحيم. اللي يحب يقدم لنا العون والمساعدة ما عليه إلا أن يتصل على الأرقام اللي ظهرت على الشاشة، ونحن سعداء جدا من الناس الطيبة اللي تقف دائما معنا في برنامج القلوب الرحيم. إلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيم، في أمان. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964-780-1-001-912 أو على الرقم التالي 00964-770-576646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. هلا هلالك نورك بان، وضياؤك عم الأكوان. في رحاب الله أتلو بالآيات دعاء رجاء.